عشر دقائق من المباراة، لكننا نلحظ بأنه هناك فرص تتوفر على النصر بهدفين مقابل لا شيء. عاد بالثلاثة في شوط على الجهة اليسار إلى رودريجو، عاد رودريجو، رودريجو سيطر على الكرة بعد صافرة ومخالفة، أعطى لذمة تنتيم الكرة، لعبت لمنطقة الجزاء لكريسوس مع الكرة يلعبها إلى رودريجو، 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 رودريجو في كرة إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى ركلها، اللعبت إلى منطقة الجزاء، الكرة ثابتة، اللعبت لصالح الأهلي في الطرف اليسار، هذه خطرة، التسديدة لخارج أرضية الملعب، فاتت الفرصة على محمد شريف من الشجاعة من أمام الريال، العرضية إلى منطقة اليسار إلى فينيسيوس، فينيسيوس يأخذ كرة يحاول يعدي فيها، المحاولة عند بالفيردي يلعبها عرضية والكرة إلى كروس لتنفيذ الكرة ثابتة الملعوبة إلى داخل المنطقة، الشناوي يبعث كرة لكن الأهلي يكسب معها مخالفة ركلة حرة مباشرة. إلى انطلاقة في صالح النادي الأهلي على اليسار في أرض ملعوبة إلى داخل منطقة الجزاء، الفرصة قائمة برأسية، مرت إلى خارج أرضية الملعب الرأسية إلى ركلة مرمى، كانت فرصة رائعة للنادي الأهلي، شوف العرضية أمام ثلاثة من المدافعين، عادت الكرة إلى تشواميني، تلومنا ترجعنا مرة أخرى، محمد هاني يلعب عرضية، فرصة انطلاقة للريال إلى فينيسيوس وتسديدة لخارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، عدت كرة فينيسيوس إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى في صالح النادي الأهلي، شوف الكرة والتسديدة من فينيسيوس إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة نقاط، يبتعد فيها على متصدر الكرة للريال في محاولة رودريجو، رودريجو في فرصة تضيع، رودريجو الكرة مرة أخرى بعد كرة فينيسيوس، مرت الكرة من رودريجو إلى خارج أرضية الملعب، أنشيلوتي يريد الاطمئنان عليها من خلال لقطة الفيديو، يريد أن يعرف لماذا تضيع كل هذه الفرص بالنسبة للريال، هاني تمريرة الكرة في منطقة الجزاء، الفرصة الأهلاوية للرد على كرة ريال مدريد، لكن التمريرة من الشحات إلى خارج أرضية الملعب، عدت الكرة، شحات، شحات يعدي، يا سلام، اعتقد أنا شحات، شحات عدى، الكرة معه في الجهة اليمنى، فينيسيوس أو تمريرة باتجاه رودريجو، والكرة إلى جانب العرب الآخر، الهلال الذي تجاوز شيخ العرب في كأس العالم الأندية، الكرة لريال مدريد سيطر عليها ثم رودريجو أبعد الكرة لخارج مدريد في كل هجمة أخرى، الكرة إلى فالفيردي، فالفيردي الأخطر على الإطلاق، الكرة اللي كانت عند رودريجو في القائم الأيمن، بعد ذلك نجد أن المباراة تبقى بالتعادل السلبي بدون أهداف، هذا لا يلغي أن الفرص كانت حاضرة في شوط المباراة الأول، نعم استعاد الكرة الأهلي إلى الشحات، الشحات بتسديدة مرة أخرى إلى توني كروس في المكان الخطير، يلعبها لبن في الخلف، الهجوة المنطلق للأمام والمتقدم، بحث الكرة في الجهة اليمنى يحاول يعدي مع الشحات، شحات يلعب تمردي، الدفاع في نادي الأهلي ينجح في إبعادها، تعود الكرة للريال، المحاولة أوهو يتمكن من تسجيل هدف أول في صالح ريال مدريد، يستغل الخطأ من الدفاع في الأهلي، الريال تغيب عنه الأسباب لكن اسم أكبر من كل الأسباب، ريال مدريد يتمكن من التسجيل، فينيسيوس بعد خطأ من الدفاع مدريد في الجهة اليسار، الريال مع الكرة يلعب، إذا ما اجتازوا هذه الكرة بسلام، الكرة تلعب على الرحاب، أيها السيدات والسادة جاءت صافرة النهاية لأحداث شوط المباراة الأول من حكم المباراة الأردواني أندريس مدريد، شوط المباراة الثاني هل أمر هذا الرجل بإجراء تبديلات؟ لكن على الأرجح بأن الرجل الآخر يريد الإبقاء على نفس العناصر ونفس الأسماء لتبدأ في ترجع للكرة مرة أخرى، المحاولة من الطرف الأيمن إلى عرضة في وسط الملعب إلى رودريجو، من أمان الأهلي يسجل الثاني للريال، رودريجو بعدما ضاعت الكرة عبر تصدي الشناوي، المتابعة رائعة من فالفيردي، أراح كارلو أنشيلوتي، أراح جماهير الريال، الريال يضع قدما على دور نصف النهائي عبر فالفيردي الذي وضع
هدف ثاني مبكر في الشوط الثاني. الاهلي يعور قوية بالامام واصلة لتسديدة من فينيسيوس لكن الى خارج ارضية الملعب بعيدة بعيدة الى اليمين الشحات اللي يلعب كرة ساقطة ارسل كرة طويلة في الامام فرصة للاهلي ومباشرة بهذه اللقطة باتجاه جوامري يتقدم معها يسدد كرة من بعيد عدى في انطلق الكرة من منطقة الجزاء تسلل ركلة جزاء لكنه الحكم غالبا يتجه الى ركلة ركنية تقريبا حسم امر اشار للاعب ريال مدريد الى تنفيذ بعد سقوط الشناوي تمكن الريال من اضافة هدف الثاني عبر فالفيردي الذي يشارك اساسيا في لقاء الليلة الشناوي الاهلي على طول طويلة في الجهة اليسار محمد شريف لكنها مبعدة لتعود الاهلي بتسديدة تبديلين تاو يلعب كرة في اليسار المحاولة لهدف ثالث كرة الى الشحات مع كرة في الجهة اليمنى عدى الشحات فيها بنالتي ركلة جزاء نعم الاهلي يحصل على ركلة جزاء يريد العودة من هذه الكرة من هذه اللقطة لا تنسون شديد لتنفيذ ركلة الجزاء في تسجيلها علي معلول قلص الفارق انطلاقا للنادي الاهلي الكرة واصلة والاهلي المحاولة في الطرف الايمن عرضية كانت فرصة العودة لكن برافو تمكن عدي فتح من اليمن قطع طريق على فالفيردي في كرة كان فالفيردي رائع جدا حاول مرور مرة الكرة إلى مودريتش عكسها مودريتش إذن ما زال عنده فرصة في شوط المباراة الثاني شحات قدمت في مباراة كبيرة غض النظر كرة إلى أقصى اليمين باتجاه تاو وتاو تاو 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 طارت الكرة على تاو لخارج إلى قيمة فنية وسوقية يعلو فيها علي معلول عند الركلة الركنية يلعب كرة في منطقة الجزاء بالراس والكرة مقطوعة من حارس المرمى نونين أنقذ مرمى الريال نعم المنعطف الهام المنعطف الصعب الكرة الخطرة انطلقت في الأمام فينيسيوس مع كرة يعدي أكثر من لاعب سقوط في الجزاء التمريرة في الخلف التسديدة مقطوعة كان عندها فرصة لتسجيل هدف محمود عبد المنعم هل استحق الريال ركلة جزاء مع هذه الكرة؟ القرار بعد العودة للفار بأنه لتنفيذ الكرة الثابتة لوكا مودريتش لم تطوى صفحات المباراة الشناوي يتألق برافو يا شناوي يتألق.